بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من الأبطال. كل يوم حد وأربع من 8 ل 9 ونص بنتناول أهم الأخبار في الألعاب الأخرى اللي تهم جماهير النادي الأهلي وجماهير الرياضة في مصر. وزي ما عودناكم حلقتنا بتبقى نصين، النص الأول بيبقى فيه أخبار كتير مهمة سواء داخل جدران النادي الأهلي محليا وأيضا عالميا، والنص الثاني بيبقى معانا بطل وقصة بطل. الحقيقة بطلنا النهاردة هو بطل أولمبي. وزي ما حضراتكم عارفين الأبطال الأولمبيين بيبقوا زي ما بيقولوا أبطال ليفل 1 على مستوى العالم كله، وأكبر شرف لأي لاعب في كل الألعاب بتبقى ميدالية الألعاب الأولمبية أكتر من كأس العالم نفسه. يعني هنشوف لعيبة السلة واليد والطايرة وحتى كرة القدم، الميدالية الأولمبية هي تتويج لمشواره أو تتويج بتبقى مهم لمشواره. بطلنا النهاردة بطل سباحة تخصص في السباحات الطويلة 800 متر و 1500 متر. بطلنا خد ذهبية أولمبيات الشباب 2014 2015 بطولة الألعاب الأفريقية بطولة أفريقيا 2015 والألعاب الأفريقية 2016. الحقيقة خد مجموعة كبيرة جدا من الميداليات اللي حققها المصري، لاعب أولمبي من طراز فريد. هيكون معانا أحمد أكرم سباح النادي الأهلي وسباح مصر وأحد المرشحين بقوة للحصول على ميدالية في أولمبيات طوكيو 2020 اللي هتتلعب العام القادم بإذن الله. طيب خلينا نروح لأخبارنا اللي هو النص الأولاني من حلقتنا، ودايما زي ما قلنا هيكون دايما معانا كرة اليد في الأخبار، وبنعيد وتكرار وبنعيد وبنكرر كمان ليه كرة اليد، عشان كأس العالم السنة الجاية في يناير إن شاء الله على المقام على أرض مصر، واللي الحقيقة الاستعدادات يعني بتقام على قدم وساق إن شاء الله استعدادا لهذا كأس العالم المهم جدا لمصر. دوري المرتبط أو دوري 20 سنة مواليد 20 سنة في كرة اليد. ليه 20 سنة؟ احنا بنجيب أخباره لأنه الفريق ده مهم جدا، سواء هو 2000 مواليد 2000 او مواليد 2002. مهم ليه؟ لانه الفريق الاول لما بيكون عنده عجز في لعيبه اصابات بيروح واخد منها الفرقه دي على طول، فلازم الفرقه دي نتابعها ونشوف اخبارها. فريق مواليد 2000 لكره اليد بقياده الكابتن صابر حسين لعب مباراه مع اصحاب الجياد وفاز 35-15. المباراه طبعا كانت اتلعبت امبارح على صاله القوات المسلحه بمدينه الاسكندريه، والماتش كان في الجوله الخامسه. الاهلي هيلعب الماتش اللي جاي يوم الثلاث، الماتش اللي جاي طبعا انتوا عارفين الدوري وقف شويه، هيبقى موافق يوم 10 نوفمبر هيلعب سبورتنج، وهتبقى المباراه على صاله الامير عبد الله الفيصل. كل التوفيق لكابتن صابر حسين واللاعبين، لان انا زي ما قلت لكم الفريق ده مهم جدا لكابتن طارق محروس في الدرجه الاولى، لان في لعيبه كتير بيبقى محتاج يدعم بيها الصفوف في الدرجه الاولى، فدايما هنتابع هذا الفريق. هنروح لسيدات كره اليد، كان في ماتش القمه الاهلي والزمالك يوم السبت القادم. لجنة المسابقات بقيادة الكابتن سعيد عبد المنعم في اتحاد كرة اليد قرر يأجل الماتش 48 ساعة عشان يقام يوم الاثنين. المباراة هتقام طبعا في صالة الأمير عبد الله الفيصل إن شاء الله بالنادي الأهلي، مقر النادي الأهلي بالجزيرة. طبعا زي ما أنتم عارفين إنه ده فريقنا قدر يفوز بست مباريات، كان طبعا فاز على الحلوان العام شامبيون الرحاب الوليدو 6 أكتوبر الطيران وبتصدر الترتيب. طبعا زي ما أنتم عارفين إن الدوري سيدات 16 فريق، ال 16 فريق بيلعبوا رايح جاي، هنحدد بناء عليه بطل الدوري، بعد كده هياخد اول اربع فرق يطلع يلعبوا دوري السوبر. وزي ما شفنا سندس حشانه كانت معانا قالت لك اهم بطوله لينا او يعني اكتر بطوله، وكان كابتن يحيى يوسف اكد كده كمان الدوري والسوبر، لان السوبر هيكون اقوى اربع فرق. كل طبعا التوفيق لفريق كره اليد سيدات الحقيقه اللي بيعمل موسم كويس حتى الان. عندنا طبعا نروح لكره السله، كره السله عندها اشتراكات كتير الفتره اللي جايه في بطوله افريقيا تصفيات المنطقه الخامسه للمنتخب الكبير، في بطوله افريقيا للشباب، فاتحاد كره السله عنده نشاطات كتير او فرق كره السله نشاطات كتير الفتره الجايه. طبعا فريق شباب تحت 18 سنه بقياده الكابتن الكرداني، زي ما انتم عارفين كابتن الكرداني هو مدير الفني، محمد الكرداني هو مدير الفني لفريق نادي الجزيره. وبالمناسبه يعني الناس لو مش فاكره محمد الكرداني لاعب للنادي الاهلي سنتين، كابتن محمد الكرداني انتقل لنادي من نادي الجزيره نادي الاهلي لعب سنتين وبعد كده رجع راح على نادي سبورتنج انهى هناك طبعا مسيرته مع كره السله. كابتن الكرداني قرر ان هو يضم 6 لاعبين من نادي الاهلي، هم مؤمن طارق خيري، محمد حازم، محمود وليد، مالك ياسر، عبد الله ناصر، علي انور. منتخبنا بيتمرن بكل قوه عشان البطوله هتستضاف من 1 لحتى 9 ديسمبر، طبعا قوام الفريق كله من كل الانديه. منتخبنا بيتمرن دلوقتي على صاله 6 اكتوبر، زي ما حضراتكم عارفين صاله 6 اكتوبر كان اتحاد السله فراشها بالباركيه او بملعب الباركيه اللي بيتجمع. طبعا حضراتكم عارفين كان اتحاد السله عنده 3 ملاعب باركيه الحقيقه بيقدر يجمعها، فطبعا فارش الباركيه في صاله 6 اكتوبر لانه الباركيه بيبقى من الارضيات المريحه جدا للعب كره السله عكس يمكن الالعاب الاخرى. طيب احنا لسه في قطاع كره السله، زي ما احنا عارفين السنه اللي فاتت كره السله او قطاع كره السله سواء رجال او سيدات حصل على الدرع العام.
وانا قلت لكم ساعتها ان ده ما بيجيش من فراغ، بيجي نتيجه شغل ومجهود، بيبتدي من الاكاديميات. وزي ما كان الحلقه اللي فاتت معانا اكاديميات الاسكواش وشفنا مع كابتن عباس قعود ازاي بيستعدوا، عندنا اكاديميات كره السله النهارده. الحقيقه كابتن علاء شاهين مدرب فريق 12 سنه طبعا بيوعد، او يعني كنا حضرنا تمرينه وبنشوف، هو الراجل بيقول ان شاء الله الفتره الجايه احنا مركزين في الاكاديميات عشان ندعم الفرق النادي وكمان فرق الدرجه الاولى باللاعبين الكويسين. وده الحقيقه احنا بقالنا 10 سنين كقطاع كره السله ويمكن اكتر من كده ماشيين باداء كويس جدا. وقال ان التدريبات بتبقى يوم الجمعه والسبت على صاله الشهداء في الاهلي الجزيره، ويوم الثلاث بتكون على الملاعب المفتوحه اللي جنب التراك. الحقيقه ليه بنهتم بالاكاديميات؟ لان الاكاديميات هي العنصر الاساسي اللي بيمد النادي باللعيبه. طيب كاميرا الابطال راحت صورت تقرير مع الاكاديميات ومع كابتن علاء شاهين، نشوف التقرير وجه لحضراتكم تاني. احنا الاختبارات بالنسبه للاكاديميات احنا كل سنه بيبقى في اختبارات في شهر 6 بالنسبه للفرق اللي تحت من 8 9 10 11 12 وممكن كمان 13 سنه. بنعمل اختبارات تقريبا في شهر 6 او 7 لو جت ظروف طبعا زي الكورونا دي حالات استثنائيه يعني فبنغير المواعيد. بنختار بالنسبه للفرق اللي لسه التجهيزي اللي هي بنجهزها ان هي تخش فرقه السنه الجايه. بناخد 20 ولد و20 بنت، بيبقى في لجنه قاعده مدير قطاع الناشئين ومدير الفني ومدربين الفرق. بيتم اختيار الولاد بناء على ممكن طولهم. طبعا الاب والام لازم بنسبه كبيره بنشوفهم بيكونوا طوال قصيرين ولا لا، الاطراف بتاعتهم طويله ولا لا، التوافقات مع التدريب بتاعنا في المدارس التوافقات بنركز عليها، والفنيات برضو البيزكس كلها برضو بنركز عليها. ومع الوقت والتمرين الولاد بيبتدي بقى الفروقات تظهر وبناء عليه نبتدي ناخدهم في الفرق يعني التجهيز الصغيره. ونفس الكلام بالنسبه للفرق اوريدي موجوده، لو في حد مميز في الفرق اللي هي 11 12 13 بنتم اختياره بيخش الفرقه، لو احسن من حد موجود اوريدي في الفرقه بنخرج حد وندخل الولد المميز من الاكاديميه يعني. طبعا هو لازم يبقى عضو من اعضاء النادي، ده رقم واحد. رقم اثنين بيروح يدفع اشتراك في الاشتراكات في المبنى الاداري. بس هو مجرد كوره على حسب سن الولد، لو سن صغير بيبقى كوره مقاس 5، سن كبير شويه 6، سن اكبر 7. بس وعلى حسب بقى المجموعه اللي هو بيبقى فيها، احنا مقسمينها الوان، مجموعه احمر ومجموعه لون تاني وهكذا. يعني الامور بسيطه يعني، هو مجرد الوصل والكوره وتمام يبقى متواجد معانا يعني. قدر الامكان طبعا كل واحد بيبقى معاه كورته، كل لعيب من اللعيبه بيبقى معاه كورته. النادي يوفر لنا كلنا كمامات، الاجهزه والفرق واللعيبه وفر لهم كمامات. كل فتره والتانيه بيجي عامل من العمال الموجودين في النادي بيبقى معاك حل او كلور بيبتدي يعمل الاجراءات المطلوبه منه. وبقدر الامكان طبعا يعني بنحاول الولاد في السن ده طبعا هم مش مدركين قوي الوضع اللي احنا فيه، بس احنا بنحاول نبعدهم لو واقفين في لاين في جنب بعض ولا حاجه بنحاول نبعدهم عن بعض بقدر الامكان. الحمد لله الامور مستتبه بقدر كبير جدا، وجود كابتن طه الغنام ووجود كابتن جانيت. المواعيد الحمد لله ثابته ما بتتغيرش، طبعا دي حاجه بتريح اولياء الامور وبتريح المدربين. الولاد بقدر كبير جدا بيحضروا، تقريبا ما فيش حد بيغيب يعني الا لو الظروف قهريه. بس انا شايف ان عدد ايام كمان يعني كويس جدا بالنسبه لان احنا عندنا ملعب واحد هنا، فالحمد لله برضو موفرين الوقت لان هم يبقى عندهم 3 ايام. فلا يعني انا شايف انه المدارس فعلا بتطلع ناس للفرق بقدر كبير جدا وكميه كبيره جدا. الحقيقه دور الاكاديميات مهم لا يقل ابدا عن دور الفرق الناشئين، لان قلت لحضراتكم ان انت لما بيكون عندك قاعده عريضه ده الحقيقه بيدخلك في قدره تنافسيه عاليه، لان يعني بيبقى عندك تفريغ من اللاعبين على مدار
السنوات المختلفة بيبقى حاجة مهمة والاهتمام بيها اهتمام جيد، وهنفضل دايما متابعين الأكاديميات بشكل كبير. برضه هنفضل في قطاع كرة السلة، ولكن السيدات امبارح كابتن رؤوف عبد القادر أعلن طبعا تعاقد النادي الأهلي مع المحترفة الأمريكية كايلا. كايلا محترفة أمريكية، طبعا كابتن علي هاشم مدير فني الجهاز طبعا دي صورتها استقر عليها بعد مجموعة من الفيديوهات والإحصائيات للاعبة ورشحها الكابتن رؤوف، وبالتالي النادي الأهلي تعاقد معها امبارح بالليل بحضور طبعا كابتن علي هاشم وباقي أعضاء الجهاز الفني بالفريق. طبعا دي صورة المراسم التوقيع. وبالمناسبة يعني عايز بس أقول لكم إن كايلا لعبت في وومن ام بي اي او دبليو ام بي اي اللي هو دوري المحترفات للسيدات، والمحترفه دي الحقيقه جت في اطار تدعيم مجلس الاداره لكل الالعاب. كابتن محمود الخطيب طبعا رئيس مجلس اداره ومجلس اداره بالكامل الحقيقه مدي تعليماته للنشاط الرياضي ان يحصل تدعيم لكل الفرق في كل المراكز. يلا يا اهلي، على فكره انا عايز اقول لكم انه اللاعبات، انا كنت لاعب وعارف لما بيجي لاعب محترف بيسال الاول هو رايح على فين، ما هو مش عارف هو رايح على فين. سمعه النادي الاهلي بره سمعه كبيره جدا، واي لاعب بيسمع النادي الاهلي او جاي يتعاقد مع النادي الاهلي ما بيترددش لحظه، لان سمعه النادي والتزاماته الماليه والتزاماته الادبيه تجاه اللعيبه الاجانب الحمد لله على مدار التاريخ ما فيش لاعب اجنبي على مدار التاريخ في الالعاب الاخرى ما كانش يتمنى انه يجدد مع النادي الاهلي. فطبعا بتمنى لكايلا كل التوفيق، وان شاء الله هتكون ضيفه معانا كايلا. انا عايز بس انوه ان كايلا ان شاء الله هتكون معانا ضيفه خلال الاسبوع القادم باذن الله، لازم نشوف كواليس التعاقد معاها وطموحها مع النادي الاهلي. نروح لخبر لسه معانا برضو في قطاع السيدات او قطاع الشابات كره السله. يمكن الجهاز الفني الوطني تحت 18 سنه بقياده كابتن شريف عزمي. كابتن شريف عزمي المدربين اليوم تاريخ كبير جدا في كره السله، هو الحقيقه متولي مسؤوليه تدريب طبعا منتخب مصر 18 سنه الناشئات، واعلن قائمته واللي هيشاركوا في بطوله افريقيا اللي جايه باذن الله. استدعى ثلاث لاعبات، استدعى هاله علي وهاجر علي، وبالمناسبه هاله وهاجر الاثنين توأم، واستدعى ايضا ايه الفقي. ده صوره الكابتن شريف عزمي الحقيقه احد المدربين الاكفاء جدا في كره السله، انا اتمرنت معاه الحقيقه وكان ليا الشرف ان اتمرنت معاه ولعبنا بطوله افريقيا 2001 بالمغرب المنتخب الكبير لكره السله، دي قايمه طبعا. والحقيقه المنتخب او بطوله افريقيا هيتم استضافتها من 1 ل 9 ديسمبر اللي جاي. كل التوفيق لكابتن شريف عزمي وكل التوفيق طبعا للاعبات المنتخب. طيب احنا هنكمل اخبارنا معاكم، احنا لسه مكملين طبعا اخبار داخل النادي الاهلي، ولكن نطلع لفاصل سريع وارجع لحضراتكم دي. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين معاكم اخبارنا داخل جدران النادي الاهلي. خبرنا اللي جاي متعلق بتنس الطاوله رجال. طبعا اسطوره النادي الاهلي سيد لاشين، النادي الاهلي يجدد تعاقد معاه. السيد لاشين احد اساطير طبعا، سيد لاشين اللي واقف على شمال الكابتن رؤوف عبد القادر نجح انه يجدد التعاقد مع سيد لاشين طبعا، وده جه بناء على توجهات الكابتن اشرف افتاح المدير الفني نظرا لخبرات سيد لاشين الكبيره عشان نكمل ونستمر في المنافسه والفوز بكل البطولات المحليه. انا عايز اقول لكم ان طبعا كان كابتن سيد لاشين معانا الحلقه اللي قبل اللي فاتت، وشفنا ازاي فازوا بجميع مبارياتهم السنه دي الحقيقه 3-0، وفازوا طبعا اكيد ببطوله الدرع العام الحقيقه حاجه يعني تشرف، ومجموعه من اللاعبين يعني لو قعدت معاهم تحس يعني قد ايه هم بيحبوا النادي الاهلي. انا عايز اقول لكم ان تجديد عقد سيد لاشين كان من غير اي شروط، سيد ما حطش اي شروط، وزي ما بيقولوا مضى على بياض النادي الاهلي وترك تقدير النادي الاهلي او ترك التقدير للنادي الاهلي، هو راضي باي شيء يقوله النادي الاهلي. الحقيقه دي حاجه يعني يا ريت الناس كلها تتعلم منها، بالرغم من المبالغ اللي بتدفع في هذه الالعاب لا ترك الى كره القدم، ولكن اللاعبين دول دايما بتلاقيهم بيقدروا النادي الاهلي وبيقدروا فضل النادي الاهلي عليهم. كاميرا الابطال كانت موجوده في طبعا توقيع سيد لاشين، صورنا التقييد ده نشوفه وارجع لحضراتكم تاني. الحقيقه كابتن سيد قيمه كبيره داخل النادي الاهلي، مش بس في لعبه التنس الطاوله، يعني عايز اقول ان كابتن سيد من اقدم كباتن الفرق الموجوده في مختلف الالعاب. كابتن سيد اللي احنا يعني بنحب تملي بيبقى نموذج يحتذى به في استمرارية وتسليم جيل لجيل آخر. النهاردة قبل ما يكون اللاعب الفني العالي المستوى هو راجل قائد بمعنى الكلمة، تنطبق عليه الشروط اللي يجب توفرها لأي كابتن لعبة داخل النادي الأهلي. أنا حضرت أول عقد سيد مضى في النادي الأهلي، والعقد ده اخر عقد اللي احنا وقعناه دلوقتي. سيد طبعا من اللعيبه نادره التكرار
في الوسط الرياضي، سيد منتهى الالتزام، منتهى الانتظام، قدوة لجميع زمايله في الفرقة، عمره ما تأخر عننا عن فريق النادي الأهلي في أي بطولة، لعب معنا كل البطولات، بقاله 18 سنة بيشارك معنا في كل البطولات اللي احنا شاركنا فيها، وشارك معنا في فوز يمكن أكتر من 90% من البطولات اللي احنا لعبناها. وأخيرا من ضمن الحاجات النوادر اللي احنا سيد معنا مكسبه اللعيب الصيني في بطولة الأندية العربية اللي فاتت في تونس، وكان معنا في الدوري من أسبوع بيكسب معنا آخر بطولة دوري عام كسبناها، البطولة رقم 11 على التوالي. طبعا سيد لاشين هو كابتن النادي الأهلي اللي بنفتخر بيه جدا، وما شاء الله سيد لاشين مهما كلمنا عنه حتى لو في برنامج كامل، لا سيد لاشين اللي عامله النادي الأهلي والمنتخب مصر كتير جدا أكتر من الكلام، ودي حاجة بسيطة جدا إن احنا نبقى معاه وإن احنا نحاول نعمل حاجة بسيطة جدا على اللي هو عمله في اليوم اللي بيجدد فيه تاني للنادي الأهلي. سيد لاشين أوريدي كده كده تجديده للنادي الأهلي هو مدى الحياة، يعني هي الموضوع بالنسبة له عبارة عن حاجات روتينية، ورق بيتمدي، بس هو يعني جوه النادي الأهلي لحد آخر يوم هيلعب فيه بينج بونج يعني. أكيد أنا سعيد وفرحان، يعني الموضوع بالنسبة لي مش هو بس يعني حبر على ورق، تمام، مش مساله ان انا هجدد في الاهلي. انا قبل كده قلت ده بيتي وانا مش هسيب بيتي، وما ينفعش اصلا افكر اصلا في الفكره ان انا ممكن اروح حته ثانيه، لا النادي الاهلي هو بيتي وانا برتاح فيه ومرتاح فيه الحمد لله، وهبطل فيه ان شاء الله باذن الرحمن. فموضوع منتهي يعني الحمد لله، ما كانش فيه فكره اصلا، هو انا قلت بس ما مضيتش يعني، قلت انا اتكلمت مع الجهاز الفني عندنا وقلت لهم، كان الكلام ده يمكن قبل ما الدنيا تقفل بيوم، سافرت كان عندي ماتش في اسبانيا وقلت لهم انا جاهز ان شاء الله باذن الرحمن امضي، تمام. رجعت الدنيا قافله خالص، واول ما فتحت هو بس كان زي ترتيب كده بيخلصوا العاب لحد ما جت دور علينا، والموضوع ما خدش يعني 5 دقايق. ربنا يخليكم لينا وداعمين لينا وفي ظهرنا، وباذن الرحمن كل اللعيبه في النادي الاهلي يقدروا يعملوا اللي انتوا بتحلموا بيه واللي يخليكم مبسوطين ورافعين راسكم دايما، انت مشجع للنادي الاهلي، ده اللي احنا نقدر نعمله لكم، ربنا يبارك فيكم. سيد لاشين الحقيقه يعني اسطوره حقيقيه، وحبنا لسيد لاشين مش بس عشان هو لاعب فاز وطبعا خد بطولات كتير وحط النادي الاهلي في المقدمه سنوات طويله، لا حبنا ليه عشان اللي انتوا شفتوه ده في التقرير، انه بيحب النادي الاهلي والراجل عاشق للنادي الاهلي. الحقيقه الواحد بيصعب عليه لما يلاقي لعيبه بالانتماء ده والحب ده في الوقت اللي هم ما شافوش، يعني خلينا نتكلم بصراحه، يعني ما شافوش عشر الفلوس اللي بياخدها غيرهم ومع ذلك عندهم انتماء، في الوقت اللي الغير بيبقى عنده يعني بيتعرض عليه ملايين الملايين ويقول لك انا عايز اروح عشان الطموح. يعني الطموح ايه اللي بعد النادي الاهلي؟ يعني في طموح تاني ايه اللي بعد النادي الاهلي؟ بتهيألي يعني انا ما عنديش كلام اقوله غير احنا لو علينا يا سيد احنا عايزينك تقعد تلعب معانا العمر كله والله. يعني كابتن اشرف بيقول ان ده عقده الاخير، انا اتمنى انه يمضي سنه واثنين وثلاثه، بس طبعا دي سنه الحياه. نروح للسكواش. طبعا زي ما انتم فاكرين كان معانا الحلقه اللي فاتت مصطفى عسل وسالناه عن بطوله قطر الدوليه الجايه، هو لعب بطوله مصر الدوليه وخد تالت وعمل انجاز كبير وطلع من علي فرج في قبل النهائي البطل بتاع البطوله، كان عنده بطولته اللي بعد كده كانت بطوله قطر اللي هيروح يشترك فيها، واكد لنا لما كان معانا انه هيشارك، الحقيقه للاسف قرر انه ما يشاركش. طب ليه مش هيشارك؟ في احد المقربين من مصطفى عسل عنده اشتباه شديد في كورونا، فمصطفى قرر انه يعزل نفسه 5 ايام عشان يطمن. وزي ما قلنا لحضراتكم ان السكواش والبي اس اي منظمه طبعا المحترفين بتحط ريستريكشنز او قيود شديده جدا على موضوع كورونا، فاي لاعب للامانه لو مخالط لحد تعبان لازم يقول. فمصطفى عسل من باب او من منطلق الامانه قال يا جماعه انا مخالط لحد عنده كورونا، انا هعزل نفسي 5 ايام، هيفوت ميعاد السفر، مش هلعب ومش هشارك. ده طبعا بالاضافه ان طبعا جامعته اللي هي الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا ما كانتش لسه خلصت له تصريحه، بس الاساس طبعا موضوع كورونا، ونتمنى طبعا السلامه ليه ويكون بس مجرد عزل ويرجع يتمرن تاني ويشارك في البطولات من جديد. ده اخر خبر لينا في اخبار النادي الاهلي. هنروح للاخبار المحليه. يمكن طبعا اتحاد السله زي ما قلت لحضراتكم في انشطه كتير، حدد يوم 21 نوفمبر القادم موعد لقرعه كاس مصر سواء رجال وسيدات. القرعه بتتعمل ازاي؟ بيجي مندوب من النادي الاهلي معاه جواب رسمي او من اي نادي معاه جواب رسمي تفويض لحضور القرعه عشان يضمن نزاهتها، وده بروتوكول معروف في كل الالعاب.
هتتعمل القرعه للرجال والسيدات، السيدات هتبقى الساعه 1 والرجال هتبقى الساعه 2، ومصاريف الاشتراك في البطوله دي بتبقى 5000 جنيه للفرقه. هتعمل القرعه ويوم 21 اكيد اول حلقه لينا بعد يوم 21 اكيد هنبلغكم بنتيجه هذه القرعه. هنروح لمنتخب المصارعه. منتخب المصارعه خلي بالكم، المصارعه ورفع الاثقال والسباحه وفي العاب كده مهمه جدا للحياه الاولمبيه والنتائج الاولمبيه في مصر. ولما كان معانا المهندس شريف العريان في تاني او تالت حلقه الحقيقه كان من ضمن الاتحادات ومن ضمن الالعاب اللي حاطط عليها امل كبير المصارعه. المصارعه الحقيقه لسه في طور التصفيات للاولمبياد، فبطوله افريقيا بعد موضوع كورونا تحدد لها تتعمل اخر السنه دي. فاتحاد المصارعه بيدور على معسكر خارجي عشان نقدر او يقدر يعد لعيبته لبطوله افريقيا اللي هتاهلنا لاولمبياد طوكيو. طبعا عشان يلاقي معسكر خارجي دلوقتي الاتحاد برئاسه كابتن عصام نوار موضوع صعب جدا جدا في ظل ازمه كورونا. تعرفين طبعا المصارعه طبعا شاركت او ساهمت بميداليات كتير في الرحله الاولمبيه، وطبعا النادي الاهلي او في لاعب اتاهل خلاص اوتوماتيك هو محمد مصطفى كيشو لاعب النادي الاهلي اتاهل اوتوماتيك. ليه؟ لانه خد المركز الخامس في بطوله العالم اللي فاتت، فاول سته بيتاهل اوتوماتيك على طول للايه للاولمبياد. فمحمد مصطفى ضمن مكانه في الاولمبياد، ولكن بعد بطوله افريقيا اللي جايه ان شاء الله في نهايه السنه هنعرف مين باقي المتاهلين لاولمبياد طوكيو ان شاء الله. طيب هنروح لخبر تاني. انتوا عارفين طبعا في اتحاد الرجبي، الاتحاد المصري للرجبي، دي لعبه جديده طبعا دخلت مصر، بس على فكره اللعبه دي بدات تنتشر. وزي ما احنا عارفين الرجبي ده من اللعبات الشعبيه سواء في امريكا سواء الامريكان فوتبول، يمكن قواعده ولبسه مختلفين شويه. الرجبي طبعا منتشر جدا في انجلترا وفي جنوب افريقيا، دول كتير جدا عندها اللعبه منتشره. الاستاذ قيس الضلعي رئيس الاتحادين العرب والاسيوي جه زياره لمقر اللجنه الاولمبيه زي ما حضراتكم شايفين، كان في زياره وقابل المهندس هشام حطب، وطبعا كان في استضافته رئيس الاتحاد الاستاذ حسام صاحب والنائب طبعا المهندس حسن خالد طبعا رئيس ونائب الاتحاد المصري للرجبي، وزاروا المتحف الاولمبي وشافوا طبعا المقتنيات وشافوا تاريخ مصر الطويل في الاولمبيات. وفي نهايه الزياره اهدى المهندس شريف عريان لضيف مصر درع اللجنه الاولمبيه المصريه وناقشوا تطوير اللعبه في مصر الفتره الجايه. الحاجات الصغيره دي بتفرق قوي، يعني الحاجات الصغيره والزيارات المتبادله وتقديم الدروع صدقوني بتفرق كتير جدا في الرياضه والرياضيين وتقرب الشعوب مع بعض. فالموضوع ده كان مهم جدا والحقيقه حبينا نقوله لان الرجبي بدا ينتشر في مصر. طيب وخاصه ان طبعا كابتن قيس الضلعي اماراتي، وانتوا عارفين طبعا العلاقات المصريه الاماراتيه بتشهد يعني علاقات وطيده جدا الفتره دي طبعا. طيب خلينا كده خلصنا الاخبار المحليه، هنروح للاخبار العالميه. يمكن دايما الاخبار العالميه عندنا بيبقى التنس الارضي والباسكت، الالعاب الشهيره دي بتبقى معانا بصفه مستمره. اليومين دول في لعبه في بطوله فيينا الدوليه للتنس بتتلعب. فيينا دي عاصمه النمسا، اللي راح النمسا، النمسا من اجمل دول العالم. النمسا الحقيقه انا رحت فيينا وقعدت هناك فترات على يعني ولعبت يعني بطولات وشفت. فيينا بلد جميله جدا وبيهتموا جدا بالعاب المضرب سواء الاسكواش او التنس. فبطولة فيينا بتتلعب دلوقتي، فجارين لأحد المصنفين الأوائل قدر يتغلب على فافرينكا. الماتش خلص 2-1، والحقيقة زي ما انتم شايفين ملعب رائع وكانت الماتش جميل. جبنا لحضراتكم لقطات نتفرج عليها ونرجع لسوا. جارين بعد ما فاز على بابرينكا اتأهل للدور اللي بعد كده، هيلاعب مين؟ هيلاعب دومينيك تيم. دومينيك تيم فاز في الدور اللي هو القبل او الدور الحالي اللي هو فاز فيه، فاز على ساكو اللعيب الاوكراني، فاز بنتيجه 2-0 عشان يطلع يلاعب جارين في الدور اللي بعد كده. Thank you.
زي ما حضراتكم شايفين كل بطوله ملعبها الارضيه بتختلف، يعني عندنا الترتان، عندنا الرمل او الحمرة زي ما بيقولوا، عندنا العشب. فلاعب التنس الحقيقه لازم يكون بيعرف يلعب على كل الملاعب دي، والموضوع ده في منتهى الصعوبه، لان الكره حتى وجريتها على الارض بتكون في منتهى الصعوبه، وبتختلف رد فعل الكره كمان. فطبعا الموضوع بيبقى صعب. لعبة التنس، التنس لعبه الحقيقه عشان تعمل فيها بطل بيبقى الموضوع صعب جدا. نروح للاسطوره طبعا نوفاك دوكوفيتش، فاز الحقيقه على المواطن الصربي او من نفس البلد، يعني فاز على فيليب كراينوفيتش، فاز بنتيجه 2-0 وتاهل للدور اللي بعد كده. خلينا نشوف لقطات للاسطوره وارجع لحضراتكم تاني. نروح لخبر دايما احنا بنحذر دائما ابدا من المنشطات، وزي ما قلنا قبل كده المنشطات مش بس منشطات ممكن تاخدها، لا ممكن تكون ادويه. خبر الحقيقه صدم الكل، كل من بطل العالم في سباق ال100 متر الاشهر في العاب القوه، 100 متر سباق 100 متر ده بيبقى الاشهر سباق في ايه؟ سباقات الجري. كل من اتوقف سنتين. طب يا كابتن هيثم هو اتوقف خد منشطات؟ لا ما خدش منشطات. ايه اللي حصل؟ ما راحش تحليل او معاد تحليل مرتين ورا بعض، فبيعتبروه متعاطي للمنشطات وتهرب عشان ما يبقاش او يتكشف عليه من المنشطات. عمل حاجه اسمها ميزد تيست، مرتين ورا بعض يتوقف سنتين على طول. نفس الموقف ده تعرض ليه كرم جابر لاعب المصارعه المصري الشهير اللي خد طبعا ميداليات اولمبيه، ميداليتين على ما اتذكر، او ميداليه ذهبيه اولمبيه، ميداليتين صح، ميداليتين اولمبيتين كرم جابر. ونفس الموقف ده حصل، ما راحش مرتين تحليل اوب توقف سنتين. طب كل من هتوقف قد ايه؟ سنتين لغايه شهر مايو 20، من شهر مايو هتوقف سنتين ابتداء من دلوقتي والقدام سنتين لغايه مايو 2021 هيتوقف سنتين. فهو طبعا انت بتتكلم على ايه؟ السنتين دول هو كده مش هيلعب اولمبياد. شفتوا يا جماعه حاجات بسيطه صغيره ممكن تحرمه انه طبعا هيستأنف على القرار وممكن يروح وبتاع، بس طبعا اكيد في عقوبات تتوقع عليه. بس هي في الاول والاخر قصه المنشطات دي اصبحت موضوع مقلق، يعني مقلق جدا، ولازم اللجان الاولمبيه تنبه لاعبتها والاتحادات تنبه لاعبتها ان مش بس تعاطي المنشطات، لا ده انت لازم تلتزم بالقوانين والرولز ولازم تلتزم بمواعيد الكشوفات. الحقيقه كده تنتهي كل اخبارنا، هنطلع لفاصل ونستقبل طبعا سباح مصر الاولمبي احمد اكرم، وبنقول عليه دايما تمساح السباحه المصريه. نطلع لفاصل ونستقبل ضيفنا. اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بضيفنا الكابتن احمد اكرم السباح الاولمبي. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بحضرتك، منور شاشه قناه النادي. ربنا يخليك، ده شرف ان انا موجود مع حضرتك النهارده. طب مشوار طويل، يعني على قد ما سنك صغير يا احمد يعني مشوار يعني طويل. بص انا بحب ابتدي مع ضيوفي من البدايه. اكيد انت طبعا ازمه كورونا جت، كان في اولمبياد 2020 وبعد كده توقف الموضوع، انت كنت في امريكا، احكي لي القصه دي مشيت ازاي. انا اتخرجت في 2019 صيف 2019 من جامعه ساوث كارولينا، وبعدين رحت جامعه نورث كارولينا عشان المدرب بتاعي كان نقل الجامعه اللي هناك، فرحت معاه الجامعه هناك. كنت بدفع فلوس طبعا عشان الجامعه دي جديده فلازم ادفع فلوس عشان اتمرن هناك. فنقلت الجامعة، بدأت أتمرن شهر 6 سنة 2019، وبعد كده جيت أتمرن عشان التأهيل للأولمبياد. مظبوط، كان في بطولة عالم في كوريا شهر 7 2019. فأنا جيت مصر هنا، عمت مع كابتن شريف حبيب مدربي، عمت بالظبط تقريبا شهر وشاركت في بطولة عالم. انا الفتره دي كان عندي امتحانات طبعا، مش حضرتك عارف، في التخرج، فكنت مركز اكتر في الامتحانات. اكيد طبعا. فرحت الحمد لله وشاركت في بطوله العالم وطلعت من احسن 20 سباح على العالم ما شاء الله. فدي في الظروف دي كانت طبعًا حاجه كويسه قوي طبعًا. ان انا ما كنتش بتمرن ال10 وحدات بتوعي. وبعدين رجعت من بطوله العالم، كان عندنا دوره العاب الافريقيه في المغرب،
اتمرنت حوالي شهر ونص كمان، وشاركت في دورة ألعاب أفريقية، شاركت في سباقات 800 و 1500 متر حرة، فزت بالسباقين الحمد لله، وال 400 متر حرة طلعت المركز الثالث ما شاء الله، وحققت المركز الأول برضه في تتابع 4 في 200 حرة. وبعدين بعد دورة ألعاب أفريقية أنا سافرت أمريكا تاني يوم حوالي يوم 15/9/2019 تمام، على ان انا استعد لدوره العاب افريقيه، تروح على نورث كارولينا اللي هي الجامعه اللي انت اتنقلت لها مع مدربك القديم. مظبوط. ورحت بالفعل وكنت بتمرن وكل حاجه كويسه، وشاركت في بطوله في شهر 12، وشاركت اخر بطوله شاركت فيها كانت شهر 3 قبل التوقف بتاع كورونا، وكان ناقص لي اقل من ثانيه على رقم التاهيل المباشر لطوكيو. بس بعد ما شاركت في البطوله وكسبت ال 800 متر حره، حققت 7 دقائق و55 ثانيه، ورقم التاهيل كان 7 دقائق 54 ثانيه، قربت جدا، كان اقل من ثانيه بالظبط. وبعدين حصل موضوع توقف كورونا والدنيا كلها قفلت هناك، وانا كنت على بكلم والدتي على طول طبعا، وباخد رايها وباخد راي كابتن شريف حبيب مدربي، فاتفقنا ان انا احسن لي ان انا ارجع مصر دلوقتي، عشان الدنيا في امريكا كانت لسه كانت في الاول، بس الدنيا كانت بتزيد يعني، تشلي تماما طبعا. فكنا كلمنا مهندس ادريس رئيس الاتحاد المصري للسباحه ودكتور اشرف صبحي ان هم يحاولوا يرجعونا انا وكذا سباح تاني كان عايش في امريكا، والحمد لله ربنا كرمنا وعرفوا يرجعونا على طياره واشنطن، كان يوم 1 ابريل 2020. خليني بقى يعني نروح بقى يعني لرحله عودتك طبعا من واشنطن، لان طبعا احنا نقسمها على فترتين أجين. بس خلينا نعرف ده بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل سريع عشان نرجع نستكمل حوارنا مع سباح مصر الاولمبي احمد اكرم. اهلا بحضراتكم من جديد، بنستأنف حوارنا مع سباح مصر الاولمبي احمد اكرم. احمد، احنا كنا بنتكلم قبل الفاصل ان وقفنا على عودتك مع العالقين. مظبوط. وتدخل الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه على عودتكم من واشنطن ورجعت. مظبوط. عملت ايه من ساعه ما رجعت؟ لما رجعت من واشنطن كان لازم حضرتك عارف الاجراءات ان احنا نقعد حجر صحي اسبوعين. تمام. فروحنا مرسى علم قعدنا اسبوعين هناك، وبعد كده رجعنا القاهره، رجعت البيت الحمد لله. حضرتك عارف ان النشاط الرياضي كان واقف خالص لحد يوم 1/7، فمن فتره من نص 4 لحد يعني من ساعه ما رجعت البيت لحد 1/7 كانت مجهودات شخصيه بقى. انا جبت اجازه في البيت بتمرن حاجات ليها علاقه بالسباحه، نفس الموشن بتاعه السباحه، بس برضو انا سباح بعوم مسافات طويله، محتاج ان انا انزل ميه وبيبقى لي احساس الميه بس. فكنت بنزل اجري ساعات مع ناس صحابي، اعمل تمارين في البيت، بس الموضوع ده ما كانش كافي يعني، ما كانش افكتيف بالشكل الكافي طبعا، لان 4 شهور راحه كتير. مظبوط. جدا. وكان في ناس في الدول تانية كانوا بيتمرنوا، بس انا الظروف بتاعتنا في البلد ما كانش ينفع حد يتمرن، حمامات السباحه مقفوله وكل ده. مظبوط. صحيح. بس فمن اول 1/7 اول ما النشاط رجع الحمد لله رجعت التمرين، وكنت واخد الموضوع واحده واحده برده عشان مش عايز يجي لي اصابه. انا كنت موقف 4 شهور. خطر جدا طبعا. فحطينا خطه فنيه انا مين بيمرنك دلوقتي كده؟ كابتن شريف حبيب. شريف حبيب. فطبعا حطينا خطه فنيه، وحطينا اول اسبوع هنعمل ايه، تاني اسبوع عشان نمنع الاصابات. صحيح. وفي نفس الوقت نرجع للمستوى بتاعنا فتره كويسه. فالحمد لله في 3 شهور ده احنا رجعنا في مستوى كويس قوي، احسن من ما كنا متوقعين بكتير. وكان عندنا بطوله كاس مصر يوم 15/10 لحد يوم 20/10، شاركت في 4 سباقات 400 و800 و1500 و200 متر فراشه. الحمد لله كسبت سباقاتي كلها وعملت ارقام كويسه جدا الفتره اللي فاتت، وخدت كاس احسن سباح برده. فبدايه عرفنا قلنا الخبر ده الحقيقه، وده خبر اسعدنا جدا، وده الحمد يعني لله. ده اللي انت الحمد لله بترجع لمستواك بشكل كبير. طب خلينا نقول الو كده. طب قول الو يا كابتن. الو الو معانا كابتن شريف حبيب. طبعا انت طبعا معاك ما عرفتش الصوت. لا لا كابتن شريف حبيب المدير الفني السابق لمنتخب مصر، وطبعا المدرب الشخصي طبعا لاحمد اكرم. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك. يمكن كان انت ليك سبب اساسي في تغيير مسار احمد اكرم يا كابتن، يعني لما كان بيلعب هو مسافات قصيره وحضرتك قلت له طب ما نجرب مسافات كبيره، احكي لنا قصه الموضوع ده يا كابتن. لا هو احمد انا جيت في نهاية 2012 جيت مسكت مدير فني النادي الاهلي، واحمد كان في الفريق العمومي، سباح متميز بيكسب سباقاته وبيقوم 200 فراشه بيكسبها، ومن السباحين المتميزين في النادي. لما كنت بمرنه في التمرين احنا سباحه الفراشه لعبه يعني تعتبر
من الاستراحات الصعبه شويه. صحيح. ولما نيجي ننمي التحمل بتاعها بننميه بالصراحه الحره. فلقيت في التمرين ارقامه يعني ممتازه ورايحه في الاتجاه ان هو يبقى سباح ديسن كويس. فبدات اتفاوض معاه، واحمد سباح هادي وملتزم وبيفهم وعنده حس موهوب، سباح موهوب. فبدات اعمل معاه ديل، اقول له احنا النادي الاهلي دينا 5 سباقات، انت هتختار 3 وانا هختار 2. طب ايه هما الاثنين؟ المهم يعني انا بحبيت اجهزه بدري شويه ان هو هينزل 1500، والحمد لله من اول مره نزل 1500 حطم رقم سباح النادي الاهلي برضه سباح الفز حاتم سيف، فاول مره كان رقم بقاله 21 سنه حطمه في فرق 15 ثانيه، فكان حاجه يعني. طب كانت مفاجاه ليك يا كابتن حصوله على ذهبيه اولمبياد الشباب 2014، ولا حضرتك كنت متوقع ده؟ حضرتك تساله انا وهو احلمنا كده، قلت له انت سباح طموح وانا مدرب طموح هنوصل لكده. انا قعدت، انا كنت جاي النادي الاهلي فتره صغيره لان انا كنت بشتغل في الامارات، وانا قعدت اتوددت مع النادي الاهلي عشان الميداليه دي، وكان في اللي ماسك السباحه ساعتها المرحوم كابتن سيد صادق الله يرحمه، وطبعا كابتن محرر راغب كان موجود، ويعني قلت لهم انا هجدد بس علشان اولمبياد الشباب، لان انا مقتنع جدا ان احمد هيكتفي. طب يا كابتن حضرتك شايف احمد يعني بالنسبه لاولمبياد طوكيو ان شاء الله شايفه ماشي كويس؟ هل ازمه كورونا عطلته شويه؟ رجع لمستوى تاني؟ شايف رؤيه المستقبل القريب لاحمد ايه؟ بص، هو احمد علشان مش عشان انا بمرنه، ده انا رايي فيه من وانا ماسكه في الاهلي وبعدين المنتخب، هو الموهبه الكبيره في السباحه المصريه، هو والدليل كده نتائجه يعني نقول ابو هيف التاني ان شاء الله؟ يعني ابو هيف كان سباحه طويله، ده الكابتن الكبير بتاعنا طبعا. يعني احمد بالنسبه للسباحه القصيره هو السباح الوحيد في تاريخ السباحه المصريه اللي طلع رابع عالم في بطوله العالم للكبار، وطبعا النادي الاهلي ساعتها حط له صورته على باب النادي ثلاث شهور. صحيح صحيح حصل. والميداليه طبعا ميداليه ذهبيه في اولمبياد الشباب، ولما سافر امريكا حطم رقم امريكا في المايل، وارقام الجامعه بتاعته كلها باسمه. يعني هو سباح يعني عنده موهبه وعنده اصرار. بالنسبه للي حصل مع احمد، طبعا هو بعد ما خلص الجامعه كان ابتدى يستعد لطوكيو. اخر بطوله قبل التوقف بتاع كورونا كنا احنا مخططين ان هو هيتاهل في شهر 3، نزل بطوله في شهر 2، كان فاضل له 8 اشهر على التاهل، حظه وحش بس ان التاهل اتاخر شويه. صحيح. اول بطوله مؤهله احنا البلان بتاعته ان هو يبقى جاهز في يناير ان شاء الله التاهل، احنا عملنا مش تاهل، احنا عملنا ان احنا نخش فاينل، لان احنا في ريو دي جانيرو طلع ال 11، ودي برضو احسن نتيجه لسباح مصري في اولمبياد ان شاء الله. احنا املنا بقى ان شاء الله ان احنا نبقى في الفاينل، ولما نخش الفاينل لكل حدث حديث، ان احنا الفاينل دي ان الثمانيه رحنا الثمانيه، نخش فاينل 8 وبعد كده نتكلم نشوف الوضع هيكون ايه. بالظبط كده بالظبط كده، فان شاء الله يعني ان شاء الله. تخطيط جميل منك يا كابتن شريف، وبشكرك طبعا كابتن شريف حبيبه المدير الفني لمنتخب مصر السابق ومدير فني النادي الاهلي السابق ومدرب احمد اكرم، شكرا جزيلا لحضرتك. طيب اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل ونرجع تاني عشان نستكمل حوارنا مع شاب قدوه لكل الشباب احمد اكرم سباح مصر الاولمبي. اهلا بحضراتكم من جديد، وبنستأنف حوارنا مع سباح مصر احمد اكرم. احمد، يمكن كنا بنتكلم في الفاصل عن فتره مهمه جدا في حياه الشاب. اكيد. وانت شاب ناجح وقدوه لكل شباب مصر. الحمد لله. انت ما شاء الله جبت مجموع كبير، جالك هندسه عين شمس. مظبوط. في نفس الوقت خدت ميداليه مديله اولمبياد الشباب 2014 في بكين، صح؟ مظبوط. فكان عندك مفترق طرق، احكي لنا عليه، واخترت اختيارك ده ازاي؟ انا بعد ما الحمد لله كسبت ميداليه اولمبياد الشباب كان عندي اختيارين، يا اما اكمل في هندسه عين شمس، يا اما اخد المنحه بتاعتي واسافر. وجالك منحه كامله يا احمد؟ منحه كامله مظبوط. فانا المنحه بتاعتي، انا سافرت امريكا يوم 26/12/2014، ورحت هناك. انا كنت فعلا مبسوط، انا كنت حاجه انا فخور بيها يعني. انا ده السبق اللي انت خدت فيه الميداليه الذهبيه في اولمبياد طوكيو. يمكن اسعد سنه عليك في حياتك 2014. مظبوط. هندسه وسكولرشيب وميداليه كمان. اي يعني اي رياضي او اي سباح عامه مصري يحلم ان يبقى عنده منحه في امريكا. فالحمد لله رحت جامعه من احسن الجامعات في امريكا، و والموضوع كان صعب شويه في تاقلم اول كام اسبوع برضو عشان غربه ولوحدي وما بقتش بعمل خاصة يعني خاصه ان انت يعني هنا والدتي ربنا خلاني بتعمل كل حاجه، لكن هناك انا كان لازم اتعود ان انا اطبخ واغسل واعمل كل حاجه بنفسي. بس الحمد لله هناك كان عندي اصحاب في الفريق بيحبوني
وساعدوني على طول اول لما وصلت هناك. بعد كام اسبوع خلاص الحمد لله تاقلمت والدنيا بقت كويسه وكل حاجه تمام. بترجع اجازات طويله يعني؟ كنت بترجع فتره طويله هنا في مصر ولا؟ انا كنت برجع يعني احنا بنخلص امتحانات شهر 5، انا كنت برجع على طول بعد الامتحانات اقعد في الصيف هنا في مصر واتمرن مع كابتن شريف حبيب. ساعتها بيبقى عندنا بطوله عالم اولمبيات، انا بنزل كنت بنزل كل صيف. 2015 كان عندها بطوله عالم، 2016 كان عندها دوره العاب اولمبيه في ريو خدت فيها رابع. 2015 رابع وفي ريو خدت ال 11 في ال 1500 ما شاء الله. و 2017 كان بطوله عالم برضو، فكنت بنزل اتمرن على طول ما كنتش بنزل يعني اخد اجازه. جالك فرصه تاخد جنسيات ثانيه يا احمد؟ يعني والله اتعرض عليا بس يعني دي حاجه انا مش عايزها، يعني انا شايف ان هنا الجنسيه المصريه احسن حاجه، ويعني مش هعمل ايه برضو بالجنسيه بتاعه بره يعني. برافو عليك. انا عايز اقول لك ان ده يعني انا بسال السؤال دليل ان تمن السباحين اللي بيبقوا او ابطال الالعاب الفرديه بيجي لهم عروض طبعًا. تجنيس طبعا وجنسيات اخرى طبعًا. ولكن انا سعيد جدا بردك ان انت فخور بجنسيتك. لا فخور المصرية. طبعا وعايز اعمل حاجه لبلدي يعني. انا يعني في لعبه السباحه احنا لسه ما وصلناش ان حد يكسب ميداليه اولمبيه، فانا ان شاء الله ربنا كاتب لي ان اكسب ميداليه اولمبيه هنقل السباحه في مصر وان شاء الله في الوطن العربي. فدي حاجه هدف انا حاطه قدامي انا عايز احققه يعني ان شاء الله. انت قدوه لكل الشباب يا احمد. وخليني برضو اخش برضو في حته تانية مهمه، انت اكيد طبعا السباق ده بتاع امريكا برضو يا احمد، اخر سباق ليك. خليني اقول ان انت عشان توصل الاولمبيات ليك طريق، انت كنا اتكلمنا فيه قبل الفاصل، ان برضو اوضح للساده المشاهدين ان انت في رقم الاتحاد الدولي بيحطه هتحققه في اي بطوله بتشارك فيها تبع الاتحاد الدولي، بتحقق الرقم ده اوتوماتيك بتتاهل للاولمبياد. مظبوط. انت طريقك ايه للاولمبياد؟ مخطط ازاي عشان تتاهل للاولمبياد؟ انا ان شاء الله باذن الله حاطط هدف ليا في شهر 1 ان انا اطلع بطوله ان شاء الله وانزل سباقات ال 800 وال 1500 واجيب ارقام التاهيل واحسن كمان. بطوله شهر 1 دي بطوله ايه يا احمد؟ دي بتبقى بطوله دوليه، انا حاطط لوكسمبورغ تقريبا بس هنشوف الظروف يعني حسب ظروف الطيران ولو الدنيا يعني ماشيه كويس ان شاء الله. لو لا قدر في حاجه ممكن نشوف مكان تاني يعني ان شاء الله. طب احنا كنا بنتكلم في الفاصل برضو يا احمد ان الدكتوره رانيا علواني مظبوط كانت اللي فتحت لكم الويندو او علت طموحات السباحين المصريين. اكيد. ازاي ايه الموضوع؟ انا من وانا صغير يعني دكتوره رانيا هي سافرت من اول اوائل الناس سافرت امريكا وعملت اسم للسباحه في مصر طبعًا. في امريكا فخورين بيها كلنا طبعا. فدي دكتور رانيا انا ده شخص كنت بوصله وعايز ابقى زيه من وانا صغير، وهي زي ما حضرتك قلت فتحت للسباحين المصريين كتير ان هم يبقوا احسن ان هم ياخدوا منحه في جامعات في امريكا. فدكتوره رانيا طبعا انا بحترمها وبقدرها وهي واقفه معانا وعايزه تساعدنا، وان شاء الله الفتره اللي جايه هنقدر نعمل حاجه كويسه كلنا يعني. وكان ليك صور شفتها كنا عرضناها في التقرير برده مع دينا فريد برده السباحه بتاعتنا ان شاء الله ان شاء الله. هي بس يمكن دينا السباق بتاعها او السباق بتاعها مش موجود في الاولمبياد، هل ده برده ممكن تغير سباقها؟ هل لا فريده بتعوم 50 حره برده وال100 حره، فالسباقات دي موجوده في الاولمبياد وال100 فراشه. هو السباق اللي مش موجود 50 فراشه بس هي كويسه قوي في السباقات الثانيه وان شاء الله تعمل حاجه كويسه لمصر يعني ان شاء الله يا رب. انت عارف يا احمد يعني القدوه مهمه جدا اكيد، وانت طبعا. زي ما الدكتور رانيا علواني فتحت لك الباب او كانت قدوتك في يوم من الايام اكيد، انت دلوقتي الناس اللي بتتفرج علينا انت قدوتهم. دي حاجه دي يعني انا بفتخر بيها ودي شرف ليا، عشان زي ما حضرتك قلت انا من وانا صغير كنت ببص لحد عايز ابقى زيه، ودلوقتي في ناس صغيره. دي الصوره اللي مع فريده فريده عثمان، انا اسف فريده عثمان. وكانت دي كانت فين؟ في دبي. دي كانت في دبي 2016 كانت بطوله عربيه طبعا، نجوم يعني نجمين كبار في الصوره يعني. معلش قطعتك اتفضل. ده ولا حاجه. فزي ما حضرتك قلت انا في دلوقتي ناس صغيرين بيحلموا ان هم يبقوا زي او زي فريده او زي علي خلف الله، ناس كتير قوي يعني. بس فان شاء الله نعمل انجازات الفتره اللي جايه كام شهر اللي جايين، ونعمل ارقام وانجازات احسن ان شاء الله عشان نطور السباحه، وان شاء الله نختمها بميداليه في اولمبياد طوكيو ان شاء الله. يعني بقول لك يا احمد انت قدوه كبيره جدا وحاجه يعني تشرف اي رياضي انه يعني يعمل معاك لقاء، لانه انت رحله يعني مركز في شغلك مركز في امورك. طب كلمه سريعه يعني تحب تقولها او ناشئين السباحه اللي بيتفرجوا علينا، كلمه السر في النجاح. كلمة السر اللي انت لازم هتتعب في حياتك، يعني ما فيش حاجه سهله في الدنيا دي كلها، لازم تتعب وتمر بصعوبات وتحديات، بس اهم حاجه ان انت تكمل يعني. في ناس كتير هتوقفك، في ناس كتير هتقول انت مش هتوصل، بس اللي بيكمل هو ما بيسمعش كلام الناس يعني. صحيح.
صحيح. انت لازم تكمل حاطط هدف قدامك وتتمرن عليه وان شاء الله توصل. احمد انت نورتيني وشرفتيني. ربنا يخلي حالك. ربنا يخلي مصر الاولمبي. نورتيني وشرفتني وانا سعيد بيك ويا رب تشوفك احسن واحد ان شاء الله باذن الله. اعزائي المشاهدين زي ما وعدناكم في اول حلقه هنجيب القدوه هنا للشباب، والحقيقه انا ما لاقيش قدوه احسن من احمد اكرم. اخلاق وهدف وشغل، دي قدوه احنا عرضناها لكم، قصه من قصص الابطال اللي احنا دايما هنفضل نجيبها مرارا وتكرارا عشان احنا لينا رساله هنا. اعزائي المشاهدين انتهت رحلتنا النهارده مع الحلقه او حلقتنا مع الابطال. ان شاء الله انتظروا حلقات الاسبوع القادم وهيكون معانا ابطال جداد مع الابطال.